استقبل صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء استعرض سموهما جملة من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالشأن الوطني، حيث شدد سموهما على استمرار الحكومة في تبني الإجراءات التي تضيف المزيد من التنظيم الإداري الذي يخدم المواطن ويدعم العمل السياسي والمؤسساتي في المملكة. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين حريصة على توطيد علاقات التعاون والتنسيق مع مختلف الدول والمنظمات في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكدين سموهما بأن مملكة البحرين هيئت الأجواء أمام الحريات والديمقراطية وهي مبادئ سامية قام عليها المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، وأن مملكة البحرين مستمرة في دعمها وتطويرها بما يحقق أمال وطموحات المواطنين.